زينب كتار مننا بيشعروا بالتوتر والقلق، كيف فينا نحن نسيطر على هذا التوتر خاصة بهالضغوطات اللي عم نعيشها؟ ضغوطات صحيح. كبيرة عم نعيشها، ولكن دائما لراحتنا النفسية لازم نسيطر على انفعالاتنا، على التوتر اللي عم يصيبنا من جوا لما ننقله أيضا لغيرنا ولعائلتنا وعلى أولادنا. دائما في تفاصيل معينة حابين هيك نحن ناخد استشارة عنها ونتعرف عليها، بصرنا نرحب بأخصائي الطب النفسي أنس دالي. أهلا وسهلا فيك. صباحكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني كتار منا فعلا على ضغوط الحياة ممكن يكون عنده قلة تركيز، ضعف بالذاكرة، بنقول عم ننسى، صايرين عم ننسى كتير، ما عم نركز. إذا بتسأل حدا اليوم شو تغديت مثلا بيقول لك ما نسيت أحيانا من كتر الضغوط، فخبرنا ليش عم بيصير مع الناس هيك؟ طبعا لازم نحن نحكي عن مفهومين. تغريب بيخافوا انه بداية زهايمر انه صحيح. لازم نحكي عن مفهومين. هلا التركيز والذاكرة هن مجموعة من وظائف نسميها الوظائف المعرفية، مسؤولة عنا، مسؤولة عن الجهاز العصبي، مسؤولة عن الباحات الدماغية. وظيفة التركيز هي القدرة على إتمام مهمة معينة، مثل القدرة على الاستمرار بحديث، أو القدرة على عد مثلا إذا طلب مني سؤال معين عد مثلا لرقم معين، القدرة على إتمام هذه المهمة، هذا تعريف التركيز. أما الذاكرة فالقدرة على استحضار تفاصيل قديمة وإضافة تفاصيل جديدة. هلا الأسباب تتعدد، طبعا أهم سبب يمكن او الشيء اللي عم نحكي عنه سواء يعني تحديدا وقت كنا عم نحكي عن شيء عابر، فنحن عم نحكي عن شيء مرتبط بالضغوطات. شو الفكره؟ التركيز او الباحات الدماغيه المسؤوله عن التركيز اللي هي منطقه الفص الجبهي هي مسؤوله عن اعطاء الاولويات للمعلومات الحسيه اللي بتكون وارده لنا. فوقت بيصير نوع من الضغوطات في معلومات حسيه كثير عم تيجي، في سيالات مستمره سواء مرتبطه بالعمل، مرتبطه بالاسره، مرتبطه بوضع اني معين، يعني انا مضطر ركز بشيء معين قدامي، بعمل معين، بدراسه معينه، فصار عندي سيالي حسيه خلينا نقول او تنبيهات مستمره عم تتوارد بشكل متتالي ومتعاقب، فبيفقد الدماغ الى حد ما القدره على اعطاء الاولويات لها. وهون بتبدا يعني المشكله باستحضار التفاصيل المطلوبه. صحيح دكتور أنس. يعني دائما الإنسان بس يتوتر فبيأذي حاله أكثر يمكن ما يأذي الآخرين، وبيصيبه شغلات يمكن يعني عن جد مثل ما بيقولوا العقل السليم هو في الجسم السليم، حتى بيصير عنده شغلات بجسمه غريبة، يعني مثلا بفوت على الحمام كتير من التوتر، بيصير عنده رجفان بإيده. صحيح. ممكن أن يحكي معك بفكرة، هالفكرة ما يكون مركز فيها، يضيع حاله ويضيع الشخص اللي مقابله. كيف فيه الشخص المتوتر أو يلي بيصيبه مثلا هذا الموضوع بشكل متكرر يقدر يضبط حاله يعني ببداية الموضوع أحسن ما يلجأ للأدوية؟ تمام. هلأ فيزيولوجيا فكرة التركيز والذاكرة مسؤول عنها مكونات تشريحية ونواقل عصبية، مواد كيميائية بالدماغ لازم تفرز بسوية محددة ومناسبة من الغدة النخامية. تمام. الغدة النخامية واحدة منهم. تمام. وفي شيء بتعلق بالاتصال بين الخلايا العصبية بنسميه نواقل عصبية، مثل السيروتونين، النور أدرينالين، الدوبامين. هلأ نحن لازم نضبط وظيفتها لحتى نضبط وظيفة التركيز والذاكرة. تبدأ عملية الضبط بموضوع ضبط النوم، ضبط الغذاء. في عندنا شيء اسمه مراحل النوم تتواسط هاي النواقل العصبية، بمعنى أن الجهاز العصبي بحاجة لراحة لإعطائه قدر كافي من الراحة. فبتبدأ بضبط عملية النوم، إعطاء العدد الكافي من الساعات للنوم ونوعية النوم. يعني على فرض ما كان في نوعية جيدة للنوم لابد من مراجعة أخصائي ضبط ضبط الضبط تحت إشراف طبيب، مو تناول مهدئات أو تناول مشاريب معينة أو لا مشكلة بإدارة النوم لازم تكون مضبوطة. صحيح. النقطة الثانية موضوع الغذاء. هلا أكيد ما عندنا نحن كلنا رفاهية ضبط الغذاء أو عمل حميات، يعني بواقعنا أو الظروف الصعبة. صحيح. لكن بالحد الأدنى تكون حمية جيدة، مثلا بالحد الأدنى من السكريات، تخفيف الدهون، خضار، فواكه. تماما. النقطة الثالثة اللي هي المحافظة على نشاط رياضي لو بسيط، دائما له علاقة بالنهاية هي المكونات الدماغية بحاجة لتروية دماغية جيدة، بحاجة لهذا النشاط الفيزيولوجي الدموي يصل بشكل سليم. فدائما موضوع الرياضة لو كان مشي لمدة ربع ساعة يوميا، لو كان هرولة، لو كان أشياء بسيطة، ما بضرورة تكون رياضات يعني مجهدة ورياضات بدها نوع شديد من الالتزام، فبيؤدي دائما لحاله فيزيولوجيه افضل، تحصيل ترويه دمويه افضل. طبعا هي اذا كنا عم نحكي عن الضغوطات العابره، التركيز والذاكره ممكن يجي مرافق لكثير من الاضطرابات الثانيه، سواء اضطرابات عضويه، نقص فيتامينات، اضطرابات الغديه، فرط نشاط الغده الدرقيه او نقص نشاط الغده الدرقيه. ممكن ايضا يجي لاضطرابات النفسيه الشائعه اللي هي الاكتئاب والقلق، بيكون عرض اساسي ومهم
ورئيسي موضوع التشتت وعدم القدرة بالسيطرة على الانتباه. هو صار عرض من حالة مرضية أعم، فلازم تدبير هذه الحالة المرضية. ما في توصيات العامة مثل ما تكون ضغوطات عابرة. نعم. هل أحيانا في ضعف ذاكرة مؤقت بيصير معنا باليوم وأحيانا بيكون بيستمر، فبسبب كمان قلق عند الناس أنه أنا عم بنسى، شو السبب أنه في شيء مصح إن كان نفسي أو كان عضوي خلينا نقول، إضافة لأنه دائما إذا كان في وراثة بالعيلة بيخاف أنه حدا يكون في معه ضعف ذاكرة أو شيء، فخبرنا ضعف الذاكرة ممكن يكون وراثي، وإذا استمر ضعف الذاكرة ممكن يتطور لفعلا مثل ما بنقول بالعامية صار معنا زهايمر. تمام. قبل المرض هل يوجد مورث محدد مسؤول عن التركيز والذاكرة؟ لا يوجد، لكن في نقطة مهمة أنه بنيان الجهاز العصبي، بنيان القشرة الدماغية، مثل ما ذكرنا في مجموعة مكونات مسؤولة عن التركيز والدماغ. هاي المكونات بشكل طبيعي وبشكل تلقائي يعني في لها ترميز مورثي معين، لحتى تنمو لازم تكون بحجم معين، بحجم سليم حتى تقدر تقوم بمهامها. هلا دائما اللي بيعانوا من مواضيع الوظائف المعرفيه او التركيز والذاكره ممكن تكون يعني نسبه نمو هي المكونات اصغر بشكل نسبي وبسيط مقارنه بالاشخاص الطبيعيين. ففينا نقول في دور للوراثه ولكن ليس دور مباشر، مو معناته انه ممرثه مباشره مسؤوله عن التركيز والذاكره. في مكونات لازم تنمو بشكل طبيعي، هي المكونات بحاجه لترميز مورثي معين لحتى تتنمو بشكل سليم، فمن هون فينا نقول بشكل غير مباشر الوراثة مسؤولة. هي نقطة. هلا موضوع الزهايمر، هو فينا نقول الزهايمر هو اضطراب مستقل له خصوصيته. تبدأ في يعني غالبا هو أول شيء بيبدأ بأعمار متقدمة 60 وبعد، ببعض الحالات النادرة بعد الأربعين. بعد الأربعين في فكرة إنه الزهايمر هو عبارة عن مرض يبدأ بنسيان تفاصيل صغيرة، عدم استحضار تفاصيل صغيرة، تكرار يعني الحديث أكثر من مرة، وينتهي بالتدهور الكامل للشخصية. يعني الذاكرة ما بتصير بس على مستوى تفاصيل العلاقة مثلا بشو أكلت أو شو اشتغلت أو هاي الورقة نسيتها أو هذا الرقم نسيته، لا، يترقى ليصل إنه حتى الذاكرة الحسية. الشخص ما عاد يميز الإحساسات تتعلمها، ما عاد يميز الشغلات تتعلمها مثل قيادة السيارة، مثل يعني ضبط عمل معين بتقنية معينة. نعم. الذاكرة البصرية بصير بينسى الأشخاص، بينسى التفاصيل، بينسى الأمكنة، بينسى حتى جغرافية بيته بيسموها، بصير عنده ما بيقدر يميز غرفة من غرفة حبيثه. تماماً. فهو مرتبط وتفسيره مستقل، يعني تفسيره مختلف شوي، له علاقة بلويحات بروتينية بتشكل بين الخلايا العصبية وبتمنع الارتباط بيناتها، وشوي شوي تكبر هاللويحات لحتى تفصل الخلايا العصبية عن بعضها، وغالباً بيصير بأعمار كبيرة. نعم. دكتور أنس، أيضا بدنا نسأل هيك، في حال دائما الجسم بيعطي مؤشرات وأيضا الأحساس والدماغ كمان بيعطي مؤشر، فإذا كان الإنسان عم ينسى مثلا شغلات مرقت عليه من زمن وبيتذكر شغلات قريبة، هون أمام مشكلة هو أو العكس، يعني دائما بيقول أنه أنا رايح عن بالي التفاصيل يمكن كان قريب والبعيد عم يتذكره، فهون هون شو بيكون؟ هي يعني هي فينا نقول ضمن حالة التشتت العامة يلي ما فيها قاعدة، يلي هو عم بيستحضر أمور قد ما تكون ضرورية بالنسبة له، تمام، وينسى الأمور الضرورية سواء كانت قريبة أو بعيدة. ولكن غالب التشتت بيصير على مستوى خلينا نقول الشغلات القريبة، بسموها ذاكرة قصيرة الأمد، يلي هي الذاكرة القريبة متعلقة بالأيام الأخيرة، متعلقة بتفاصيل تمس العمل اليومي، تمس الساعة الحالية اللي هو فيها، تمس حديث معين مثلا نسي تفصيل معين، وغالبا بيصير في استذكار للتفصيل اللي نسيه بعد فترة محددة. تمام. طيب، في أغذية معينة لتقوية الذاكرة؟ دائما بنسمع عن وصفات، عن أغذية، عن مكسرات خاصة لتقوية الذاكرة، وخصوصا عند الأطفال بيكون عندهم ضعف التركيز شوي. تمام. هلا موضوع يعني الأغذية هو طبعا موضوع يمكن أخصائي التغذية يقدروا يحكموا فيه أكثر، ولكن طبعا لها في أغذية، يعني هل هي بتأثر فعلا أو لا؟ مو بشكل مباشر، يعني هي خلينا نقول تدخل ضمن مجال الوقاية والوقاية المستديمة، يعني هي الوقاية من ضعف الذاكرة. تمام. يعني هي معظم الأغذية يوصى مثلا بالتوت البري، يوصى بأنواع معينة من الشوكولا، في مركبات معينة لها علاقة بتوسيع. لازم بعد عن المكسرات اللي مو موجودة يعني غالية كثير. فممكن مثلا تحسن الوظائف العامة للجسم، تحسن التروية الدموية، فيها نوع من الفيتامينات، فهي ضرورية لاستمرار الوظيفة الدماغية، بس هي خلينا نقول ما بتعطي تأثير مباشر. إذا كان في مشكلة لا ما لها تأثير مباشر، وإنما خلينا نقول على المدى البعيد هي أفضل، بتضل بتعطي عامل داعم للجهاز العصبي. هلا بالنسبة للأطفال، الأطفال يمكن شوي يعني لهم خصوصية،
بموضوع التركيز والذاكرة كونه ما مطلوب منهم المسؤوليات المطلوبة من البالغين، يعني ما فينا نعزية دائما للضغوطات النفسية التقليدية اللي بيعاني منها البالغ اللي هي العلاقة بالعمل وبالدراسة صحيح. وبالمشاكل العائلية صحيح. دائما نحن عند الأطفال بدنا ننفي موضوع التغذية قد ما تكون سليمة، ومعظم الأطفال بيتطلبوا الأشياء المانة مغذية هي بطبيعتهم، وموضوع النوم إذا ما كان مضبوط. هلأ في نقطة كتير مهمة، إنه الطفل إذا بده يعبر عن اضطراب نفسي معين مثل الاكتئاب والقلق أو الخجل أو القلق الاجتماعي ما بيعبر عنه مثل البالغ انه انا مكتئب انا ما عندي طاقه ما عندي قدره، لا، انما بيعبر عنه مثلا بهي الامور البسيطه اللي لازم الاهل يلاحظوها، ببلش تراجع بالمستوى الدراسي، ما عم يركز تمام، عم بيرفض يروح على المدرسه، بهي الامور اللي بدنا نلتقطها نحن حتى نشكل صوره سريريه كامله. فالتركيز ممكن يكون شغله مالها يعني مالها مفرده بتعبر فقط عن التركيز، ممكن تكون مؤشر لشيء اكبر نعم. بكثير. نعم، يمكن دكتور نصائح دائما يعني، ونحن خاصه بهذا الوضع نوهنا بالبدايه انا وزينب انه نحن بوضع ما في استقرار يعني، وفي تشتت للكل نتيجه صحيح. الظروف الاقتصاديه والحياتيه اللي نحن عم نعيشها، ضغوطات، مرينا بحرب 10 سنين هي مانا بالامر السهل، كيف فينا يعني هيك ننصح كل اللي عم يتابعنا وعم يحس انه حاله انه هو متشتت، هو متوتر، مضغوط دائما؟ صحيح، مثل ما ذكرنا بيبدا اول شيء بتحسين نوعيه الحياه قدر الامكان، بتعرف انه هي هذا الشيء قد ما يكون متاح ابدا، ولكن بامور بسيطه ضمن العلاقه مثلا بموضوع النوم، العلاقه بالحرص كثير كثير شيء اساسي، رياضه يوميه بتفرغ الشحنات النفسيه وبتؤدي لترويه جيده. في نقطه مهمه ننتبه انه الجهاز العصبي هو يشكل رافع على الجسم كله صحيح. ويعبر عن هويه الانسان صحيح. فما نتهاون باي شكايه مهما كانت بسيطه، لانه شكايه مثلا عدم التركيز او عدم قدره على استحضار تفاصيل معينه قد تعكس اضطراب اما عضوي غدي او له علاقه بالاجهزه الاخرى، او حتى اضطراب خلينا نقول لقدام ممكن يكون اضطراب نفسي يشير لشيء نعم. قادم على يعني على مع الزمن صح. فما نستهين باي شكايه، وممكن نطلب استشاره باي وقت اكيد من باب الوقايه اذا ما كان فعلا في اضطراب مباشر. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا دكتور انس الدالي، بدنا نشكر النصائح والمعلومات يلي قدمت لنا اياها ونورت صباحنا. شكرا كثير لكم على الاستضافه. شكرا لك، كلك ذوق على كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها، واكيد ان شاء الله بالحلقات القادمه رح نحكي اكثر عن اكثر من عارض نفسي يعني حتى نعرف شو الحلول وكيف نقي نفسنا منه. شكرا لك. شكرا كثير لكم.